السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح موقع آخر يمكنك من كتابة المقالات عليه والدفع لك. كما ترون الموقع هو رايت نيكد بالإنجليزية. الموقع هو تابع للسيدة، هي قامت بإنشائه، و يعني لديه رعاة كما ترون هنا our sponsors. تجدون الرعاة هنا. إذا بخصوص الموقع، إذا كنت تريد كتابة المقال على هذا الموقع، تأتي إلى رايت كاست بلوج أند جيت بيد، وتجد هنا أن صاحبة الموقع هي تخصصت وقتا يكون الموقع يستقبل المقالات. الآن حاليا من 1 جوان إلى ماي هو كلوزد، مقفل، يعني إلى حدود جوان 1 سوف يفتح الموقع. تقول كذلك أن المقالة يجب أن تكون ما بين 450 كلمة و 650 كلمة كحد أدنى، وأن في سنة 2018 تم دفع $75 بار بوست من أجل يعني المقالة الواحدة. هو نفس الأمر سيطبق بالنسبة لسنة 2019. وهذه بعض الإرشادات الأخرى أو الجايد لاين بالنسبة لكيفية كتابة المقالة وشروطها ومواصفاتها. في حينما يفتح التسجيل أو إرسال المقالة، سوف تجدون إيميل هنا، أو ستأخذونه من صفحة أباوت الخاصة بصاحبة الموقع. وهذا يعني موقع آخر، وموقع يعني قديم من أكثر من 2009، وهو يشتغل في هذا المجال. هذا بخصوص الموقع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.